ساكنه في سيدي مومن القديم زنقه 24 و37 عام، وانا ساكنه عند هذه السيده هذه. كتجي تاخذ كراها كل الشهر ديالها كتجي تاخذه. حتى واحد دابا شي 3 سنين وشي حاجه مابقاش بغات تاخذ عندنا الكرا. كنحطوا لها في المحكمه واش كتاخذوا ولا ما كتاخذوش، المهم كنحطوا لها في المحكمه مقبول كيتحط في المحكمه. عمرهم ما رفضوا لنا، قول لك ما تحطوش، يعني كان فين ما كنمشيو كنحطوا لها. تفاجئنا قلنا حنا كتاخذ كرا، تفاجئنا بالعون جانا قال لك ودات السيده كتقول لكم اودي هاد الارض فارغه يعني ما فيهاش الناس، وحنا ساكنين كتاخذ لنا كراها وكل شيء، وحنا ما عرفناش غادي نديرو دابا، ما عندناش فين غنمشيو وما عندناش فين غنهزو حويجاتنا. وحنا دابا داروا معانا، جاوا العون القضائي وجاوا البوليس جاوا هنايا عندنا قال لك والو خصكم تخو هذا المحل هذا. جارتنا ما كانتش، كانت سد بابها ومشات عند بنتها تشوفها دايره صدقه، جاو فرعوا الباب ديال السيده، فرعوا عندنا الباب قال لك ما غتخرجوا من دابا 16 في شهر 3 تخرجوا من هنايا، حنا ما عندناش فين غنمشيو. 37 عام اللي ساكنه، جيت انايا يلاه تزوجت، جيت ولادي كلهم تزادوا هنا 400 البنت الصغيره اللي عندها 21 عام طالعه في 21 عام فاش طالعه، ما عرفناش شنو باغا دير. قالت لك هي تخرجوا اليوم سمع، هي ما كنشوفوهاش دابا، حنا كيجيو غير البوليس والعاون اللي كيجيو، يعني عاون قضائي اللي كيجي يوميا كيجي، يعني كيغب سيمانه يتم جاي في اي وقت كيجي. وحنا بنتي ما عندناش فين غنمشيو، ما باغاش تاخذ كراها، وحنا ما عندناش اللي خدام، الغالب الله قال لك العين بصيره واليد قصيره، ما عندنا ما عندناش فين غنمشيو. قالت لك تخرجوا دابا في هاد 16 في شهر 3 عطاونا سميتو واحد السيدعه قال لك ما نلقاوكمش هنا، تخرجوا من المحل. واللي دوا كيعتقلوه، يعني لو كانوا رجال كيعتقلوه، من جا ولد جارتي ملي شافهم كديروا بحالكم خذ غير الاوراق ديالي اعتقلوه، تشد وخرج من المحكمه، تخلع على الدري وعنده 4 الوليدات مسكين. هادشي راه ما كيدارش، دير معانا القانون ديالنا وحتى حنا ما نضيعوش، ومرحبا تاخذ دارها، يعني تجي تفهم معانا ودير معانا شي حل، حنا بغينا شي حل اللي دار لهاد الشيء، حيت حنا ما عندناش فين غنمشيو بنتي، من نهارنا غنديروا كياطنا في الزنقه، ما خداماش بنتي انايا، انا بحال ملي كانوا العراس كنت نمشي نطيب، انا تباخه كنطيب، دابا ملي كاين هاد الوباء هذا ما كاينش الشتاء ما كاين حتى حاجه، 100 درهم باش كاينه بنتي، كاينش حنا 100 درهم كتجينا صعيبه نخلصوها، علاش كتجينا صعيبه؟ حنا كنقطع من الحمله وكنعطيوها ليها، ولكن ما نقدرش نمشيو نكريو ب 20 وب 30 وب 40 وكاين خصك التصبيق، دابا أي محل مشيتي تاخذي غرفه راه خصك تاخذها ب 20، وخصك ولا بغيتي تاخذي محل ديالك راسك راه خصك 40 وخصك التصبيق. خصك ما تسبقي، خصك لكن تسبقي مليون وتسبقي، وحنا ما عندناش بنتي الغالب الله بنتي، حنا هذا المحل دايرينو دارنا دابا كدايرينو بحال حنا راه محلنا هذا، حنا عايشين فيه، ما عندناش فين غنمشيو بنتي، وكنطالبوا من جلالة الملك يشوف فينا بالرحمة ويشوف ولادو بالرحمة، وحنا راه ضايعين وهاد الناس تعداو علينا ومحنونا وراه غيجيو تاني يخرجونا حوايجنا للزنقة، راه ما عندناش فين غنمشيو. داروا معنا نهار 16 في هاد الشهر 3 غادي يجيو عندنا. كنطلبوا من 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 اي واحد كيشوف هذا الفيديو وكيشوف هذا الشيء اللي كنهضروا عليه يدير معنا شي حل ويحنوا فينا بالرحمه، يشوفوا انا فينا بعين الرحمه بنتي.